السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زبناء انا وحبابنا زبناء اواني عبد البرنوسي، مرحبا بكم معنا اليوم من قلب محل اواني عبد سيدي مومن. مرحبا بكم ومرحبا بسعد الواحد ايضا انت هو معنا. الله يبارك فيك خويا بدر، شكرا لك والزبناء ديالنا الكرام والوفيين الصراحه اللي تيتركوا لنا البصمه ديالهم والقليبات والدواوات ديالهم، واللي اول حاجه اللي هي اللي تيطلعوا معنا بها هي الصلاه المحمديه دائما، شكرا لهم. نهاية أسبوع موفقة. مرحبا دي سعد الواحد، أسبوع موفقة لينا والجميع المتتبعين الأوفياء والوفيات وكل شيء وكل شيء. مرحبا بالجميع دي سعد الواحد. الله يبارك فيك. تاريخ ديال اليوم سعد الواحد اليوم تنظن 18 12 2021. اليوم السبت كما قال لكم سعد الواحد، نهاية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم معنا من قلب محل أواني عبد سيدي مومن او محل اواني عبد البرنوسي. نرد عليك واحد كارت فيزيت، اسمح لي هي عندي هنايا باش نذكر المشاهدين باللي هما معنا مباشره على قناه اواني عبد الرسميه، قناه اواني عبد البرنوسي الرسميه. يعني الناس اللي طالعين معنا دابا في هذا اللايف اول باول فهما من طبيعه الحال دايرين جيم ودايرين ابوني لاباج هكذا، علاش كتلقاهم طالعين معنا دائما، كتلقى القليبات، كتلقاهم تابعين الحضور ديالهم في الصلاه المحمديه كما العاده. ياك عبد الواحد مرحبا بهم ومرحبا بك ايضا ودي سعد الواحد. نبداو اللايف ديالنا بسم الله، توكلنا على الله، بسم الله مجراها ومرساها. نبداو اللايف ديالنا بالطقوس اللي عودنا بها الزبناء الكرام، اللي هي اول حاجه اللي هي لوكاليزاسيون، اللي هي الصلاه المحمديه. ولكن ماشي مشكل نعاودوها ضروري. هي اول حاجه طلعوا بها الله يرحمكم الوالدين. شكرا بزاف للزبناء ديالنا، اللي هي اول حاجه اللي ولفنا لكم اللي هي الصلاه المحمديه. لحقيتاش هادشي ماشي احنا اللي ولينا كنقولوه، ولاو الزبناء اللي كيقول بحال ولاو فاردين علينا. شفتيني يعني اون فوا هاد اللايف هذا يطلع بلا هاد سميتو بحال ما فيه معنى استرا، يعني اللي طلع عليه اللايف ديالنا يثبت الحضور ديالو في الصلاه المحمديه. ونبداو بالاسئله الربعه اللي دائما الزبناء ديالنا كيسولون عليها، حنا حاولنا اننا نلخصوها لكم في اربعه ديال الاسئله، اللي هي الاولانيه لوكاليزاسيون ديال المحل ديال البرنوسي ودي سيدي مومن، الثانيه توقيت افتتاح المحلات، الثالثه واش كنديروا لا ليفريزون ولا لا، والرابعه اللي هي سكي كونسيرن واش كنبيعوا السلعه بالجمله وبالديتاي ولا لا. نبداو باش كتبدا دائما لوكاليزاسيون. فوالا لوكاليزاسيون المحل ديال سيدي مومن تيتواجد بسوق المارشي ديال الكرون، مارشي الكرون اي شارع بلال تحت من مسجد الاحسان. مرحبا دي سعد الواحد. تحت المحل ديالنا كيبدا من 12 الصباح ديال سيدي مومن ل 9 الليل. مرحبا. 6 ايام يعني الجمعه ما تيخدمش. أيه. ديال برنوسي تيبدا من 10 الصباح ل 10 الليل، 7 ايام على 7 ايام. وبالنسبه للوكاليزاسيون ديالو كيتواجد حدا السينما سالم من ورا الديبو ديال الطعام. مرحبا دي سعد الواحد. بالنسبه الجواب الكافي الشافي ياك كافي الشافي وعاوتاني اللي هو واش تنبيعو بالجمله وبالديتاي، تنبيعو بالجمله وتنبيعو بالديتاي. اييه مرحبا. بالنسبه ليفريزون اييه تنليفريو المغرب كله. مرحبا دي سعد الواحد. اما بالنسبه لكازا راه ما بقيناش كندويو عليها كما قلت لكم، ولا حتى المغرب تشوفوا ما بقيناش كندويو عليه. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى غير مع الناس ديال برا، هما اللي باقين شويه دايرين معاهم، وانما ان شاء الله تعالى ما غادي يكون غير خاطركم، كونوا اكيدين. وسكي كونسيرن لا ليفريزون، هنا طالعه معنا واحد الاخت نبيله، نبيله قفرتيها من عندها كتقول لك عبدو انا نبيله جمع لي الكوموند راني نخرج لك من اللايف. مرحبا نحط التليفون. انا نحط التليفون ونخليك منك لها. مرحبا اخويا بالصحه والراحه وليتي جديد. هذا الميمون ديال سيدي مومن وعز الدين هو الميمون ديال البرنوسي. الله يحفظك. بالنسبه للمقله العجيبه الصراحه اللي فيها بروموسيون جيناكم بعد بهذا اللايف الصراحه ديال اليوم السبت، واخا السلعه تبارك الله اليوم كان الضغط اللهم بارك، يعني الناس بزاف خارج كازا جاو. مهم جيناكم باش نوريكم السلعه اللي غتكون متواجده غدا ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، المهم كاينه هاد المقله اوريجينال ماد ان ايطالي جياتو كازا، صراحه شي حاجه زوينه ومطبوعه والوينات فيها واعرين والثمن حتى هو خطير ديال الخطير. ما نعاودوش الهضره وراكم عارفين دائما هادشي اللي كاين والوين صراحه
ما غاديش نقولوا لوين نسعف في واحد لحقاش انا بالي الكرطونه فيها شي ميلونج ديال الالوان واو بزاف خطير هذا والله القاسم هذا غينوض عليه القربله والروبله ديال بصح صراحه الروبله وفي الدوبل ديال الجلده صراحه صراحه كانوا الناس مولفين يعني المقله العجيبه بالنواق النواق كان غير النواق دابا ما شاء الله صراحه الصراحه واعره وخدمنا عليها وجبناها لكم بثمن ما كاينش في السوق كاع واخا تقلب عليه الثمن ديالها ماط ايطالي مطبوعه ديال قبل ما تقول لي الثمن اخويا نبهر الناس اللوينات الله يرضي عليك لحقاشاش انا والله العظيم شفت شي لوينات في الكرطونه بالنسبه للناس اللي غنقول لهم اللي بالنمره النمره ديالها 36 سنتيم فيها واللي جا الاول دائما للشعار ديالنا اللي جا الاول يتقدم ما دي ولات معروفه عندنا في المحل برومي اريفي برومي سيرفي يعني ولات معروفه اللي غيجي الاولاني هو اللي غادي يتقدم الاولاني ومرحبا بالجميع ها المارو ما شاء الله صراحه ما شاء الله هادو للاشاره سعد الواحد اليوم شنو اليوم السبت يعني غدا ضرب عمر ما كيكون شحال حنا هادو راه اش نقول لك راه خطفناهم مشقه الانفس راه بحال جبنا والله الا ما نفهم السبع خطفنا بحال غير كوليا باش يعني اش نقول لك ما غاديش نقدروا نوفقوا باش اننا نبيعوها غدا ان شاء الله تعالى يعني بهذيك لا كونتيتي اللي غادي يجيو لها الناس حيت لحقيتاش عارف انا هاد اللوينات هادو شنو غادي يديروا في السوق ولكن صعب صعب غادي تلقى الناس اللي تكون موجوده اثنين ولا ثلاثه اثنين حيت غدا ما غتعش هي الناس راه كيبغاو على السبع المهم اثنين غتكون موجوده والكونتيتي المهم غنوريوكم لوينات فيها تيحمقوا الصراحه انا سطوني صراحه والله العظيم انا خويا تخير زلوا اللي بغيتي الطاليان مطبوعه اوريجينال وتقول لي كاينه فوالا صراحه للاشاره بغيتك تشرح لي سي عبد الواحد بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفونا في اللايف وكيعرفوا بغاو يعرفوا شي حاجه على هذه المقله العجيبه اشنو هي الخصائص اللي فيها وباش كتمتاز على باقي المقالي الاخرين بار اكزومبل بحال هذه باش كتمتاز الشرمه والو اوريجينال تطيب بلا زيت كيفاش كطيب بلا زيت حل لي الله يرضي عليك باش الناس يعرفوا كيفاش باش حيت لحقتاش كاينين معنا ناس غير كيسمعوا المقله العجيبه وانما الخصائص ديالها الله يعلم واش كلشي كيعرفها ولا لا تشوي فيها كاك الله يرضي عليك دابا انت هنايا راه مدرجه وهنا سامبل غتشوي فيها كفته غدير فيها الحوت ودير فيها تيديروا فيها الناس على شكل بحال الطاجين مرقه فهمتي ممكن يخدم فيها بزاف ديال تشحر فيها الحيمات كفته اي حاجه ديرها فيها كسكسو ما يجيش هادي واش غرانيت واش اينوكس لا كسكسو ما يجيش من طبيعه الحال هادي اينوكس غرانيت اشنو غرانيت فوالا المهم شي حاجه زوينه الصراحه وكيف راه الطبعه ديالها هي على ظهرها هادشي اللي كاين بلاكش على ظهرها كما نقولوا شي حاجه راه الاوريجينال والثقيله الطاليانيه وبلاكش على ظهرها اسم على مسمى جياتو كازا يعني راه باينه ماشي البيتزا واحد السيده شي قالت لك راه تقدر تخدم البيتزا يعني ها مبدو كي الزبناء ديالنا غايقولنا علاش غتستعمل واشنو بان لكم في اللوينات وشنو غايبان لكم في الثمن مرحبا حتى الثمن راه تيلعب دور يعني حنا ما غنقولوش لكم 300 درهم وما غنقولوش لكم 200 درهم وما غنقولوش لكم 250 درهم مقله عجيبه اوريجينال ثقيله حنا دائما تنخدموا لكم على واحد الثمن تنربحوا شي حاجه بسيطه وتتعاونوا مع الدرويش مرحبا بالسعد الواحد كلشي عيش هادشي اللي كاين اللي عنده عيش واللي ما عندوش عيش كلشي 170 درهم 3400 درهم 170 درهم 3400 مرحبا بالسعد الواحد 200 درهم في النواغ ديالها كاينه ولا ماشي كاين الناس راه عارفين زعما ماشي الوينات تيكونوا زايدين في الثمن وحنا درنا لكم فيها بروموسيون مهم بروموسيون اللي خلاوها الناس ديال الشرق كيقول لك الشبوب والهبوب هو هذا اللي عنده عيش واللي ما عندوش عيش هادشي اللي كاين صراحة ما شاء الله واللوينات والله القاسم انا بعدي اللي عجبوني صراحه اللوينات ديال الكوزينه صراحه كل وحده دابا يمكن ليها تختار اللون على حساب الكوزينه ديالها غير هو للاشاره يعني حنا جبناهم لكم غير باش تعرفوهم باللي راه غادي يدخل عندنا ان شاء الله تعالى غدا في العشيه غادي يكونوا ديسپونبل عندنا في المحل وانما اللي غادي يبغي لا كونتيتي حتى نهار اثنين ان شاء الله تعالى لا في البرنوسي ولا سيدي مومن اللي غادي يبغي مثلا جوج ثلاثه كذا حتى نهار اثنين ان شاء الله اما اللي باغي غير وحده نوجدهم لكم وبالعدد ومرحبا بالناس ديال الجمله راه عندنا الناس ديال الجمله كاينه اللي تياخذوا الكوليات تياخذوا
لهاد الكوليات. الله يسهل عليهم. الله يسهل عليهم. هادشي اللي تزيد الجمله اللي تيسولوا راه فيها الكوليه هذه فيها 10 صراحه. وكما كنقول اسي عبد الواحد توجور برومي اريفي برومي سيرفي، يعني اللي غادي يجي الاولاني هو اللي غادي تسرب الاولاني، وسارعوا قبلنا في هذا المخزون. راه واخا تكون كونتيتي قد قد الخلا، ملي كيكون الثمن بحال كبطاطا برطل ما كيمكنش لنا نتحكموا فيه. للاشاره انتم معنا مباشره على صفحه اواني عبد الرسميه او اواني عبد البرنوسي الرسميه، واحد الكارت كي واحد الكارت فيزيس لا كارت فيزيس اواني عبد الرسميه تستاهل كل خير. الدي سعد الواحد اواني عبد الرسميه، هذا المحل ديالنا اللي كيتواجد هذه المره بسيدي مومن جديد شارع بلال رقم المحل 4، يعني غتجي الوسط. الله اكبر، وسط المارشي ديال الكرون، مارشي ديال سيدي مومن جديد. حنا راه كنتواجدوا اون فاس مع كافي طاس اللي هي هذه كما كتعرفوها جميعا، اللي اون فاس معاها راه كيتواجد مسجد الاحسان اللي كنتواجدوا حنا بالاسفل ديال الصومعة ديالو، مارشي ديال الكرون الشهير المعروف هنايا، راه جوست اكوتي ديال بيم ميم با واحد 40 متر ولا 50 متر. حنا راه المحل ديالنا كيتواجد هنايا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء الكرام. اما بالنسبه للمحل ديال سيدي البرنوسي، حتى هو راه كيتواجد في سيدي البرنوسي مباشره من ورا الديبو ديال الترامواي. اللي غادي يجي غيسول على سينما السلام سابقا اللي كيتواجد في المركب التجاري حاليا، غادي تسولوا على الزنقه اللي من ورا الديبو ديال الترامواي، غتعرف غتنعتوا غتوصلوا ليها. سولوا على اواني عبد البرنوسي غيقول لكم راه هي قدامكم. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. اما بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يجوا عندنا برا كازا، الله يرضي عليكم كنقولها وكنعاودها مرارا وتكرارا، بحال واحد السيد مسكين قبيله والله الا بقى فيه الحال، جا تلقيت معاه جا من مراكش في البرنوسي وقال لي ودي بغيت شي سلعه ويعني ما تصادف معاه سالات، فهمتي. هذاك الشيء علاش كناكدوا لكم باللي راه اللي جا الاولاني هو اللي غادي يتسرب الاولاني. ما فيها باس الا كنتي جا من برا كازا، يعني اتصل بينا على هذا النمره هذه 0692 82 02 0692 82 02 02، واكد لينا على اساس انك مثلا بغيتي ديك لا كوموند، حنا ما غادي يكون غير خاطرك يعني فهمتيني، باش ما تضربش الطريق على والو وتم جاي من اكس مدينه حتى لكازا وتضرب الطريق وما تلقاش داكشي اللي بغيتي، انت غادي يبقى فيك الحال وحنا غادي يبقى فينا الحال كثر. واش كاين اسعد الواحد ولا لا؟ بصح اخويا والله العظيم زعما واحد السيد ماشي اول مره كيتقدى عندنا، دائما كيجي قال لي ودي غير تعطل في الزحام ديال درب السلطان مشى قضى شي مسائل ما جا فين يجي عندنا حنا مع العصر، لقى مسكين الدم والامانه امانته البياس ديالو مشى ليه وهذا. ولكن من الخير الا كان شي حاجه حنا راه كنديروا لا ليفريزون يعني في كازا او خارج كازا، ما غادي نخسروا والو يعني. الناس اللي غادي تجي يجي على قبل ارتيكل ولا جوج، مرحبا نصيفطوا لكم فين ما كنتوا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء الكرام. قبل من ندير واحد الكومونتير ديال واحد الاخ ديالنا زكريا بيدرو كوم دافيتيد، السلام عليكم بدر وعبدو، تحياتي لكم ديما الجديد ديما الطوب بلا فوتوشوب، تصنت لي القافيه قافي دائما تيختم هذا. شكرا لك خويا زكريا، الله يخلي لك وليداتك ويخلي لك معز عليك. امين. قال لك ديما الجديد ديما الطوب بلا فوتوشوب، خليني من هنيني، زيد يا عبدو زيد اثمان وجوده، هاني عبدو هرسات جديد، تحياتي ليكم. مرحبا وشكرا للجميع. سير اخويا سير على الله. بالنسبه للطيرموس اخويا جديده صراحه على واحد، فيها تنظن بالله فيها يطرق، الثمن ديالها تدير 50 درهم. اييه اينوكس على برا والداخل ديالها زاج. مرحبا. 50 درهم فيها اثمنه زويونين، هذه حتى هي الرمسول ديال واحد الكاس اخويا. انا عاوتاني ها هو رجع صراحه ما شاء الله. هذا ديال الناس اللي كانوا تيسولوا عليه بزاف، طريطورا اللي الصراحه تياخذون فيه العدد، ما كاين 100 كاس 120 كاس 200 كاس، المهم عاود جا عاوتاني مرحبا بكم. ورا الثمن ديالو بقى بالثمن الاول اللي كنا درناه في اول مره، جا الثمن ديالو ثلاثه البياسات ب 40 درهم ثلاثه البياسات ب 40 درهم 800 درهم ايوه صراحه، البياسات ب 800 درهم كاس زويون وفيني ديال الحطه وديال المناسبات. مرحبا. واحد الكومونتير اللي رد عليك من بعد ما تقول لي الثمن ديال هاد بلاطو ثلاثه ديال البلاطوات ب 60 درهم في شي موتيف ياك؟ ها هو في ثلاثه البلاطوات ب 60 درهم ب 60 درهم راه اينوكس هذا وهو نوار. مرحبا دي سعد الواحد. واحد الكومونتير الله يرضي عليك هو غير للتوضيح ماما طريان، قال لك المعامله زيرو
جيت انا والوالده قبيله بغينا نتقداو ديري نسلو حدا الباب وكتقمعوا في عباد الله. اختي لك تي جيتي للمحل ديال الاواني عبد البرنوسي فمرحبا بك وكنعتذروا يعني من هذا الغلط هذا اللي وقع، وانما للتوضيح فقط انا غادي ندخل معك في هذا السيناريو ديال علاش كتسدوا علينا وهذا. حنا ما كنديروش السلوم وانما لقيت اللي كيكتد المحل راه كيكون عندنا جوج ديال الدراري. تخيلي معايا دابا انتيا عندك 6 ديال الوليدات، فهمتيني؟ عندك 6 ديال الوليدات وتقدري تحكمي غير في 3، هذوك 3 الاخرين واش ما غاديش تزيريهم شي قنيته مثلا وغتبقاي عينك عليهم ولا هذا؟ فما بالك يعني بلقيت اللي سيرتو اليوم الويكاند ما كنقدروش كونتروليو المحل الله يجعلنا نكونوا حنا 10. غير شنو قلت لك امتى تغدينا؟ حتى 7 العشيه ولا ما عرفت 8. ايوا مش عارفين لا فطور لا والو، ومهبطين السلعه الصباح ماشي 120 كوليه مهبطينها في الديبو وجينا خدمنا وفهمتي ما مفاطرين ما والو، والغدا حتى 6 ونص مع 7 لارو. يعني الله يرحم لكم الوالدين اللي غادي يجي عندنا اي حاجه هادشي اللي كاين يعني راه حبسنا راعي ولينا باش حنا نراعيو لكم الله يرحم الوالدين. وبالنسبه للناس اللي غادي يجيو يلقاو شويه ديال الاكتظاظ فما فيها باس يتسناو واحد شي شويه وانتم عاونونا وحنا نعاونوكم. لحقيتاش لقيتي اللي كيكون هذاك الاكتظاظ والله العظيم ما كنقدروا كونتروليو داكشي. داكشي اللي كاين اللي تبغي لنفسك خاصك تبغي للناس. هادشي اللي كاين انا ما نكذبش عليك السي عبد الواحد، ما نضروش حنا وما نضروش انتم. انا ما نكذبش عليك، انا باش غادي يجي عندي 30 واحد وغنسربي فيهم غير 3 الناس ماشي ماديا وانما معنويا، ما عنديش الربح فهمتيني، باش غنصيفط الناس ماشي على خاطرهم، انا ما عنديش الربح. يجيو عندي 10 الناس ونسربيهم كاملين ويمشيو على خاطرهم ولو غير 9، واحد مثلا غادي يتقلق مثلا ولا هذا نقدروا نقولوا ليه المره الجايه غير رجع غادي نرضيو. اما واش غادي يجيو عندي 30 وكلهم غيبغيو يدخلوا بدقه المحل على قد الحال؟ الله يجعلكم تكون عندك مغازا تبارك الله، داك الاكتظاظ وديك الروينه اللي كتوقع راه ما شاء الله. كنقول لك واخا يكون عندك ايبر مارشي راه ما يمكنش لك تكونترولي داك الزحام. داكشي علاش كنلتمس من لك العذر ماما طريان، سمحي لينا كانت خاصك شي حاجه تصلي بينا حنا نصيفطوا لك فين ما كنتي ويجي عندنا. الا كان مثلا عندك لقيت شويه الصباح مرحبا بك ومرحبا بالجميع وكنتمنوا انكم تعذرونا. هادشي اللي كاين الحسن اول بريك هذا خريبقه 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 هاد السيد هذا طالع معنا من خريبقه. مرحبا بكم ومرحبا بالناس ديال البيوت، الناس ديال لا سيتي، الناس كاملين ديال الناس ديال المدينه، الناس ديال خريبقه قاطبه. غيزلان بناني ما طلعش لي كومونتير ديالها سمح لي. ماما جنات تحياتي اخي عبدو بدر وعبد الواحد وعبد الصمد شكرا اختي بارك الله فيك. سعيد الرئيس هذا والعود احمد وبعد غياب طويل والله توحشنا. نتمنوا ان نتمنوا ان صحيح حتى يكونوا لاباس وكل العائله ديالها كل شيء بخير وعلى خير. المهم الكومونتيرات زوينين واخا باقي ما قريناهمش ولكن كتفوح منه الرائحه ديال الكوريدات اللي دائما تخدموا على هذا الشيء والناس اللي صدرات منا شي حاجه يسمح لنا وصافي. لحقاش راه حنا غير انسان ضروري تتعصب واحد اللحظه وتترجع كيف كنتي. هادشي اللي كاين. السلام على وليدات الرضا، الله يبارك فيك اختي، نتوما اللي مالين الرضا وكتفرقوا علينا الرضا، الله يرضي علينا وعليكم كاملين. ما شاء الله تبارك الرحمن على اواني عبدو، الجوده والثمن معقول بلا ما تهدر. شكرا وشهد اهل شاهد من اهلها، بارك الله فيكم، شكرا الله يجازيكم بخير كاملين. لا الناس اللي كيقولوا فينا زويله لا الناس اللي كلشي تا اللي جات ايجابيه مزيانه اللي جات سلبيه مزيانه صراحه مانو كلشي قابلين الحمد لله. شوف واحد المبدا عندي بحال ما كاينش حاجه سلبيه، السلبيه كتصحح لنا الايجابيه. هادشي اللي كاين باش تخدموا على هذيك السلبيه نخدموا عليها باش تولي ايجابيه. هادشي اللي كاين الله يسر لنا والجميع امين يا رب. سير الله بادر نكملوا مع الناس ما نطولوش عليهم بزاف. المهم مره قرا كومونتيرات ونرجعوا هادشي اللي كاين نرجعوا الموضوع ديالنا. نقول لك المراكشي كيقول لك حتيت ومغزل داكشي اللي كاين سير على بالنسبه للبلاطوات اللي على 3 راه 130 درهم راه مازال كاينين ان شاء الله. والمهم هادشي اللي كاين هادو 130 درهم فيهم زويقات بزاف. بالنسبه للنوار النوار راه كاين حتى هو. لحقت شي واحد السيده البارح كنا دايرين لايف وقلنا لي ما ودي راه ما كاينش النوار سالس النوار هذاك ديال الرخامه داك السيد اخويا اوكي راه المهم راه فيه لوينات زوينين الثمن ديالو 130 درهم على ثلاثة البياسات 130 درهم. اجي اخويا نشوفوا هذيك اللي البون هذاك سالادياغ سالادياغ زوينين هادو راه تقريبا راه تبارك الله اليوم عليهم ما شاء الله الضغط 7 دراهم فيهم تشكيلات زوينين 7 دراهم الوحدة. هما هادو بانينوز اللي كيف العادة اللي صولديناها الثمن ديالها 200 درهم 4000 ريال بينكو والهاشوار راه تنظن بقى فيها غير هاد اللوين الموف وفي البرنوسي راه مازال موجوده باللوينات ديالها مولات 3 لتر و4 تلمواس و700 واط 700 واط
لا كوتشينا الثمن ديالها 180 درهم 3600 ريال. اجي خويا لحط طبسيط جا جديد عاوتاني. مرحبا سي عبد الواحد. من بعد ما تذكرني قبل ما توريني هذاك ذكرني الله يرضي عليك بالنسبه لا ليفريزون. لحقاش اجا داك السيد الحسن اون بريك سولنا على لا ليفريزون واحد السيده قبل منه تيسولتنا على لا ليفريزون. لا ليفريزون كاين المغرب كله تليفري كما كنتي خويا تواصل تسلا. اييه يكفي غير تواصل معنا في الواتساب وتصبر معنا تعطينا شويه وقت. مرحبا سي عبد الواحد. بالنسبه لامكانيه التواصل نطلبوا من الادمين الله يرضي عليه انه يدير لينا النوامر ديال المحل باش يعني الناس يقدروا يستافدوا معنا من سميتو عليه. انا نعطيك اللي بغى يتواصل معنا غادي يلقى النوامر ديال سي هشام وديال سي عبد الواحد اتصلوا بهم باش يعني تقدروا تاخذوا لي كوموند ولا الدراري ياخذوا لي كوموند ويصيفطوا لكم كيف ما كنتو سرعا. المهم الطبسيل 45 هذا ماشي 40 النمره 45 الثمن ديالو 70 درهم راه فيه جوج زواقات في هذه اخلي اسمع معليش ماشي مشكل ما تعد في كذلك هذه 70 درهم النمره 45 عندكم جوج زواقات. اي سرعا. اما بالنسبه لل الفراقات هذه 40 درهم اخويا لا كوب هذه تبارك الله راه الناس راه تيرضيو علينا فيها قال لك درتوها هنا بالثمن درتو معنا المزيان صراحه. هذه حتى هي 40 درهم الاشاره هذه راه بريسك راه براس مالها راه ماشي داكشي اللي كاين الناس راه عارفين عارفين شنو دايرين هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد بورت رولو ديال التاج اللي 60 درهم الفراقه ديال النخله حتى هي 60 درهم هاد السيرفيس الجديد اللي 70 درهم هذا الصراحه واعر تياخذوا الناس بزاف 70 درهم حتى كلوشا الصغيره اللي الثمن ديالها حتى هي 40 درهم البلاطوات باللوينات ديالهم حتى مره مازال موجودين اللي 30 درهم واحد السيده 30 درهم ما كاينينش 30 درهم لواحد. اييه بالنسبه لهذا السيرفيس هذا ما بقاش باش الناس يعرفوها هذا بالنسبه للناس اللي غيجيو عليه هذا الساله هذا الساله هذه الفراقه الثمن ديالها 40 درهم أيه. 800 ريال بالنسبة 700 ريال 35 درهم 700 ريال وهذا اللوزه راه كاين هذا بالنسبة لهذا راه كاين بالفراقة ديالو راه دايرين ليه 130 درهم بالفراقة ديالو 6 بيصلات وواحد كبير وفراقة فراقة هي 2600 ريال 2600 بالنسبة للطبسيل الفيرزاتي راه مازال حتى هو 40 درهم 800 ريال اجي لي الكويسات جداد اللي دايرين ضجه تما اليوم اللي عندنا. مرحبا ما عرفتش واش بقاو هنا ولا لا باقيين باقا فيهم شي حاجه طرافي ساليو ريشه مود 60 درهم ها هو جا 60 درهم الكاس هذا اللي تيخدموا به الصراحه الناس بزاف واكثريه تريتور تياخذوا عندنا فيه كونتيتي كثيره اللي الثمن ديالو 70 درهم ايه 70 درهم 1400 ريال وكاين هذا تصور لي صراحة هما الناس كانوا كيسولوا لي بزاف راه عاود رجع 60 درهم 1200 ريال هذا بعدا اللي بغيتي تشرب فيه اشي خاص الكاس يكون مقيوم 100 ريال. الله يلاه الدكه ديال اشي خاصها تكون مقيومه 100 ريال فيها العلك وفيها اشي ديال الصحراء وفيها كل شيء فيها الزعفران. المهم 60 درهم 1200 ريال هذا غيعرفوا غير الدواقه صحاب اشي الشعره داكشي اللي كاين وهاد الخيله ولا الشجيره حتى هي 60 درهم 60 درهم مرحبا بك. وريده تاهي وريده الثمن ديالها تاهي 60 درهم 12 ريال 12 كاس ب 1200 ريال مرحبا. المهم هذا الشيء راه كامل تقريبا مسول ديال الكاس راه تيدير 90 درهم حنا دايرين ليه 60 درهم مرحبا. كاين هادو ديال زمان ديال زمان اللي 70 درهم فيه 6 بياسات 6 بياسات ب 70 درهم الكاس ديال الريشه تاهو 70 درهم 1400 14 سير الله. بالنسبه للكاس ديال التاج كاس ديال التاج 70 درهم 1400 في لارجونتي دونك سالينين. سير خويا بدر شوف الكاس اللي بقى داخل مرحبا دي سعد الواحد شوف لي الفراقات ولي كغاف والسوانيو صراحة الفراقات الفراقات اخويا شوف معايا الفراقات اللي الناس كيجيو كيجريو على قبلهم 130 درهم عندنا هاد الزواقة وعندنا هادو اييه هو داك الباك اللي كنا وريناهم ديال 180 درهم 230 درهم سالا 240 درهم 240 درهم هذاك اخويا تفضل
ما بقاش. بالنسبه لهذيك بون بونيير اللي كنا دايرين لها 3 بسين درهم للاسف سالات سالات المهمه ديالها. لا اله الا الله. هذا شكون مازال ان شاء الله؟ ان شاء الله ولكن الاسبوع المقبل ولا لا؟ لا من بعد ان شاء الله باش الناس ما بقاوش يسولوا عليها بزاف واحد الشهر ان شاء الله. أيه. وما هادشي اللي كاين البورترو اللي قلنا 60 درهم هذا ديال التمار دير فيه حليوات صراحه زوينه الثمن ديالها 60 درهم 1200 ريال هذه ديال التاج 60 درهم هذا الطاجين حتى هو 60 درهم 1200 ريال المهم كاين بزاف ديال السلعه ما نقدروش نوريكم كلشي بالنسبه لهاد الفناجين 80 درهم 1600 الكويسات ديال اتاي بالطبيصلات ديالهم هاد الكيسان ديال المونادا ديال الماء ديال العصير 60 درهم 1200 مرحبا تسعد الواحد هاد البلاطو العجيب اللي تا هو تبارك الله ما شاء الله بالزاج ديالو بال الخدمه النقيه ديالو اسامون وفي الدوغي بلاطو 130 درهم اي 2600 ريال مرحبا ما شنو اللي غادي نسولك اه بالنسبه لدوك البرارد اللي بينا البارح في البرنوص ديال لي نوكس وديال هاد هادوك ما جاوش اخويا اليوم الضغط فهمتي والله ما سالين باش تجيبهم ماشي ما جاوش كاينين كاينين ولكن في البرنوص باقي في الديبو فوالا هذاك الشيء اللي هما تجاوجوا هما مضاتش هما ساليناش باش نستفوا غير باش الناس خاصهم يعذرونا هادشي اللي كاين المهم هادشي اللي كاين ما قدرناش نجيب لكم غير البرارد هما فقط اللي ما جاوش للمحل ديال سيدي مون مرحبا هذاك البلاطو بزاف حتى هو تياخذوا الناس سيقلب اه سير أيه. انا وصلت ليه وصلتي ليه المهم راه فيه ثلاثه القياسات تيدير 150 درهم الصغير 170 درهم الموين 190 درهم الكبير دابا هذه اللي قدامنا حنا كنشوفوا شنو من عبار اللي فيه اللي قدامك اللي متشكلها موين موين هذا الصغير هو هذا اللي كتشوفوه هنا من الفوق والكبير ديالو هو اللي تحت منه يعني الصغير يهز ست كيسان وبراد ديالو هذاك الموين اللي كتشوفو واقف تما 12 كاس وبراد ديالو اما الكبير 24 كاس وجوج البراد الكبار ولا واحد كبير وواحد موين على حساب المستوس ولا هذا شوفوا نتوما اللي غادي تعرفوا شنو هو اللي كاين وقنبله الموسم اللي هي هذه فيها الثمن هو حصري 220 درهم على الساره اينوكس ما قال كاس تهرس ما قال شنو اللي كاين ساره والو يعني و 500 واط اللي واط فيها طالعين تبارك الله انترناسيونال ديجا ديجا راه فيها خمسه الفيتاسات عاد باش التيربو ديالها وبالنسبه للكاس ديال التوابير راه زاج 220 درهم عندكم على الساره صراحه العصارات تيتمشوا بزاف هاد الايام راه البلاصه ديالهم غتبين لك شنو هو كاين البلاصه ديالهم واليوم شنو قلت لك ما نديرش اللايف لحقاش المحل مرون مرون اليوم ما شاء الله الناس تبارك الله جاوا بزاف وحاولنا ما امكن نقرب لكم السلعه اللي جات جديده ونقربوكم من كلشي يعني باش تبقاو على خاطركم لحقاش الناس كيسولونا على ديال سيدي مومن وكيسولونا على ديال سيدي البرنوصي يعني خاصنا نديرو لكم هنا وهنا باش تكونوا على بينه من امركم كلشي نديرو على خاطر فوال وهذا ما كان ديال سعد الواحد المهم بيا لي هذيك البواطه حتى هي زوينه اييه سير اخويا باقي فيها الارجنتي هنا في البرنوصي كان غير الدوري غير الدوري عندنا ان شاء الله أيه. المهم 80 درهم 110 درهم 130 درهم 1600 ريال 2200 ريال 2600 ريال بالنسبه لهاد الصوينيات على 3 قراب 195 درهم 3 البياسات واللي بغى وحده راه نبيعوا ليه وحده 70 درهم 90 درهم 100 درهم الكبيره مرحبا بالنسبه لواحد الاخت هنا سكينه سولتنا على لي دو سوفير قالت لك لي 6 ب 30 درهم اختيها راه مازالين متوفرين عندنا انا نوريهم لك ماشي مشكل هما السيدي لي سوطاس ولا لي دو سوفير يعني راه باقيين لا ميم كاليتي اللي جات في الاول الاخت سوما سوميه قالت لك عبدو جاوبني ربما كتصل بك في التليفون الله اعلم التليفون ما عنديش حاطه واحد الاخت عاوتاني سولتنا شحال هذوك القراعي تاع الماء الثمن ديالهم كاين عندنا هادو كيديروا 40 درهم هاد الدوغي تنظن راسي الدوغي الدوغي انا نوريهم هادو ونوريهم هادو ديك الساعه اللي بغات راه تاخذ هادو كيديروا 40 درهم هادو ديال الزيت 25 درهم وهاد الاخرين ديال لاف 3 ب 60 درهم عاد كاينين هاد لي كاغاف هادو اللي كتعرفوا راه خلينا لهم الثمن ديالهم وما كيديروا 80 درهم حنا خلينا لكم ناقص 50% 800 ريال يعني الشكيلات اللي بغيتو سواء في هاد
هاد الطبعة ولا في هاد الطبعة بحال بحال ماشي مشكل. الثمن ديال البراد الكبير اش من براد كبير ربما بغات الاخرين ديال هذا ما كاينش عندنا في برنوسي راه سيدي بوغمان راه كاينين في البرنوسي داك البراد حتى نهار الثلاث ان شاء الله تعالى ونعاود نوريهم لكم ان شاء الله جبدوا الستا شكون قال سير الله شكون سير اخويا تنين شوف لي اخويا بادر بالنسبه لهاد لابو اللي 3 ب 60 درهم ثلاثه البياسات ب 60 درهم ثلاثه البياسات ب 60 درهم 12 مدريال مرحبا. المهم راه باقي فيه مشكلات المربع ديالو ما عارفين فين هو واحد مختلف المهم هادشي اللي كاين اخويا بادر باش ما نطولوش على الناس هاد اللايف راه جبناه بعوجاله ديال العجاله داكشي اللي كاين مرحبا ما ندوزوش هاد اللايف وما نذكروش هذيك الروبو ديال لوكين لوكين 320 درهم 1000 واط هذاك راه طحن حديد طحن شحال الثمن قلنا 320 درهم 6400 ريال سي عبد الواحد مشكور على المجهودات القيمه اللي كدير معانا الله يرضي عليك شكرا لكم جميع المتتبعين الكرام اللي كيشاهدونا مباشره على صفحه اواني عبد الرسميه الان في هذا اللايف هذا او على الناس اللي كيتفرجوا فينا من بعد في سواء في لاباج ديالنا نيت او في قنوات اخرى ديال الاخوات الاخرين مشكورين تما على الدعم ديالهم وعلى البارطاج اللي كتقوموا به ايضا نتوما ليكم قناه بيت الكره ماء للصراحه راه هضرات معايا البارح ايوه وبلغت لك السلام بارك الله فيك شكرا الله يكبر بك اللايف اخويا الله يحفظك حتى الاخت سوسو جوبا حتى هي تواصلات معايا الصراحه الناس تواصلوا معايا من الطرف ديالها الصراحه وخدامه هي تبارك الله ما شاء الله دايره يعني فين ما كيكون شي فيديو بحال ما هكا كتحاول تقرب يعني للناس ما امكن كتاخذ هي من وقتها وكتبارطاجي وكذا وكذا الله يسهل على الجميع اللي دايروا باب ديال الرزق الله يسهل عليه الله يسهل على الجميع هادشي اللي نتمنوا ليكم ولينا وشكرا على حسن الاصغاء والمتابعه كنتمنى اننا نكونوا خفيفين الدل عليكم كنشكركم بزاف وحق الله العظيم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نهايه اسبوع موفق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.